تشارك هؤلاء الطالبات بابتكارات علمية متنوعة في ملتقى العلوم والذكاء الاصطناعي الذي احتوى على مواهب متعددة في مختلف المجالات التعليمية. ركن الواقع الافتراضي VR هو عبارة عن محاكاة للعالم الواقعي، ويكون ذلك عن طريق التفاعل مع التجربة البصرية بواسطة نظارات مخصصة لذلك. ركن المجاهر والخلايا، ومن خلال هذا الركن سوف نعرض لكم الخلية النباتية والحيوانية. هذه المبادرة ممتعة ومفيدة جدا، وقدمت لنا معلومات جديدة ومثيرة في مجال الهندسة. واستعرض الملتقى مهارات الطالبات في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج العلوم. قدمنا من خلاله تجربة مثرية بطرق علمية مبتكرة. اليوم في ركننا ستتواجد لدينا العديد من الحيوانات، كل واحد من هذه الحيوانات شكل وخصائص محددة. نعمل من خلال هذا الملتقى إيجاد اتجاهات إيجابية نحو العلوم والابتكار لدى طالبات المدرسة، وإطلاعهن بشكل علمي محفز وجاذب على كافة المستجدات التي حدثت في الجانب العلمي والتقني. وتعمل مثل هذه الملتقيات والأنشطة المدرسية في صقل مهارات الطلبة وتشجيعهم على تنمية أفكارهم وترجمتها عملياً. الملتقى يسلط الضوء على المواهب الطلابية المختلفة في مجالات العلوم والابتكار، ومثل هذه الملتقيات تعد فرصة لإطلاع المجتمع والمؤسسات على الابتكارات التي يقدمها الطلبة. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط.